خير، معاكم فريق اطباء. النهارده بنتكلم عن سيشن الفاكسينيشن هيستوري، واحده من اهم الشات اللي بتيجي في الامتحان الاوسكي، وباستمرار بتيجي لانها سهله جدا والدكاتره بيركزوا عليها، بس برضه لا تاخد بالك منها عشان فيها تريكات ممكن تنقصك. في الفاكسينيشن هيستوري في ستيبس، في تعمل حاجات قبل ما تسال على الكونتنت، وبعد كده الكونتنت، وحاجات بعد الكونتنت. اول حاجه خد بالك كده، لازم تسال على الفاكسينيشن كارد. قلت لها ماما بعد اذنك معاك كراسه طيارات، بس ما تبصش فيها. يعني كده لو خدت منها الكراسه ولقيت منها طيارات، فانت كده ما امتحنتش، والاذن هيقول لك انت مش مذاكر. فانت تقول لها ماشي انا مخليها معاكي، هراجع معاكي التطعيمات ونشوف ايه النقط ونشوف خدت ايه وما خدتش ايه منها. تاني نقطه السكور، في البي سي جي سكور عند 40 يوم لو معاها طفل صغير هتقول لها ماما بعد اذنك وريني علامه التطعيم الضارب اللي في كتفه الشمال. او لو معهاش طفل قول لها طب 299 لو هتقول لها هي سابت علامه ولا لا. تالت نقطة كرونو، ننسى كل حاجة بالترتيب، ما ينفعش تسأل فترة عمرية قبل مرحلة، لا، أول الأدبيرس 40 دايز 2 4 6 9 سنة سنة ونص. سكيما كده سي اس سي، تسأل على الكارد وتبص على السكور وتسأل كرونولوجيكلي يعني بالترتيب. وبعد كده عندك الفاكسينز، وبعد كده هقول لك ممكن تسأل إيه بعد الفاكسينز. أول حاجة بتسألها أدبيرس، تقول لها ماما بعد إذنك هو أول ما اتولد خد تطعيم اللي هو شال الأطفال الأو بي في مرتين في بقه، وخدت حقنة فيروس بي في رجلين فرم. طيب اللي بعده، عند اول 40 يوم خد تطعيم الضرب في كتفه الشمال. يا دكتور سبع علامه. طب لو في لما معاها طفل وريهاني، طب لو ما معهاش خلاص ده سبع علامه شفتيها خلاص. وخد بالك برضه نقطه، لازم تسال في البي سي جي هو كان امتى في ال 40 يوم؟ في اليوم الكام بالظبط تقريبا؟ بتفيد بان انت فاهم الديتيلز. 2 4 و6 هتسال على هي مهمات بقى، ولا كان سن شهرين واربع شهور وست شهور، خد تطعيم شال الاطفال نقطتين في بقه، وخد معاها تطعيم الخماسي حقنة في رجلين. عند 2 و4 وديتك كده اللي هو عند شهرين كذا، عند 4 كذا، عند 6 كذا. طيب افرض وانت بتسال في الهيستوري، ماما قالت لك لا ده ما خدش تطعيم مثلا واحد متطعمات في الشهر الثاني او الرابع او السادس او اي حاجه متطعمات اللي قلناها او لسه هنقولها. تتصرف ازاي؟ مثلا ماما هو خد مثلا تطعيم 2 4 6 نقطتين وتطعيم الخماسي، دكتور هو خد الثاني عن شهرين وعن 6، عند 4 ما خدهاش. طب ليه؟ اقصد انه مهووس في المستشفى عشان كان عنده كذا وكذا وكذا. تكتب كده ان هي في ميست فاكسين ات ذا 4 مانس اللي هم الاو بي في والبنتافير الدوز ديو تو كذا وكذا وكذا، ادمشن تو هوسبيتال ديو تو ديزيز، وتكتب ايه اللي حصل عندها بالظبط. بعد كده عند 6 شهور تسالها هي ماما بعد اذنك عند 6 شهور خدت تطعيم شلل الاطفال نقطتين في بقه، وخدت تطعيم وخدت كبسوله فيتامين اي كبسوله زيت حصلت في بقه. طيب عند سن سنه خدت تطعيم شلل الاطفال نقطتين في بقه، وخدت تطعيم الثلاثي الفيروسي حقنه في فخده، سوري حقنه في كتفه اليمين. طبعا عند سنه ونص خدت تطعيم شلل الاطفال نقطتين في بقه وكبسوله فيتامين اي اللي احنا قلناها اللي هي كبسوله زيت حصلت في بقه، وخد تطعيم الثلاثي الفيروسي حقنه في كتفه اليمين، وخد تطعيم الثلاثي البكتيري حقنه في رجليه. تمام يا دكتور. احنا ليه بنسال الاسئله الدقيقه ديت؟ ساعات بيبقى في ام واعيه، فاول ما تقول لها اسم التطعيم تبقى هي عارفاه. تقول لك شايل الاطفال ما انا عارفاه. ممكن تقول لك يعني ايه هو شايل الاطفال؟ ما هو خد طعام كتير قوي. فانت عشان كده لازم وانت بتشرح توصف لها ايه هو التطعيم دوت او بيتاخد ازاي. هي فاكره امتى ابنها خد تطعيم. جايز تكون مش فاكره اسمه بالظبط. طبعا لو انت في امتحان وقلت خد تطعيم شلل الاطفال، خد اتش بي، خد كل حاجه وكذا. ساعات في امهات بتقوم مقفله عليك الامتحان تقول لك ايه او تيجي تسال لا خد ده كبير يا دكتور مثلا سنه كبير خد كل تطعيماته وخلاص. تقول لها معلش راجعيها معايا. ما ينفعش تقوم انت كده تكتب على طول الكومنت بناء على كلام الام، لازم تراجع معاها حاجه حاجه، لازم تكون هي ناس تطعيم التطعيمات. تقول لك ايه ده صدق ده ما خدش اربع شهور، لا ده فوت بتاع السنه عشان مثلا كان عيان او كان عنده اي حاجه. فلازم تراجع بالترتيب، ما تستسيش في الامتحان دوت، انت حاسس انها سيشن سهله وهيستوري لذيذ، بس في نفس الوقت برضه لو انت فوتت الحته الصغيره ديت ممكن تتاذي منها كتير. بعد ما تخلص كل الفاكسينز اللي عندك، لازم تسال عن النون اوبليجاتري فاكسينز. بعد اذنك يا ماما، هو خد اي تطعيمات بره تطعيمات مكتب الصحه؟ حمله معديه مثلا ولا او خد تطعيم انفلونزا او اي حاجه ثانيه؟ دكتور خد. طب خد ايه؟ تكتب اللي هو خده عند انهي سنه. خد بالك برضه من نقطة كومبليكيشنز، لازم تسأل بعد إذنك يا ماما هل حصل أي أعراض حساسية أو طفح جلدي أو سخونية أو أي أعراض حصلت بعد أي أحد التطعيمات؟ هتقول لك لا يا دكتور ما حصلش، ولا حتى سخونة بسيطة، يا دكتور لا ده في سخونة بسيطة دي بتيجي للأطفال كلها، ما تدعكش الحكاية ديت. طبيعي جدا بعد التطعيمات الفيروسية بالذات الطفل بيسخن بعدها بيوم أو يومين نتيجة الرياكشن اللي بتحصل في جسمه عشان ينتج الأنتي بودي.
فديتك كده ان في نورمال فيفر افتر مثلا 2 دايز فروم ذا ادمنستريشن فروم ذا فاكسينز نو كومبليكيشنز. لكن مثلا انت تلاقي دكتور ده اول ما خد تعمل بالفاكسين من هنا على طول تعب، اول ما خد تعمل او مثلا ما خد نقطه فيتامين ايه تعب على طول. دي جايز تكون انفلكتيك رياكشن من واحده من التطعيمات دي، فانت لازم توضحها، دي كومبليكيشنز مهمه لازم تاخد بالك منها. ان هو بدل ما حاجه حصلت اون سبوت على طول بعد التطعيم او في ظرف في يوم يبقى دي كومبليكيشن، لو حصلت بعدها بيومين او اكتر يبقى دي جايز يكون هو عيا طبيعي، او لو هي فيفر بالذات ممكن تبقى هي النورمال فيفر اللي بتيجي بعد التطعيمات دي كلها. يبقى نرجع تاني بسرعه، اول حاجه نسال عليها الكارد، فلازم يكون هو معاك في التطعيمات. مش معايا دكتور سبتها في البيت، طب خلاص لو معاك كده خليها معاك كده هراجع معاك التفاصيل. تسال على السكار بتاع البي سي جي، البي سي جي في سكار على كتفي في كتف الشمال يا ماما، طب لازم توريهاني او انت شفتيها كده خلاص لو الطفل مش معاها. بعد كده ترسل بعد كده تسال كرونولوجي، تسال بالترتيب اول ما اتولد او بي في واتش بي في، وبعد كده 40 عن سن 40 سوري 40 يوم من خلال تطعيم الدرن، وبعد كده تطعيم شهر الاطفال نقطتين والتطعيم الخماسي شهر الاطفال بفيتامين اي كبسوله الزيت اللي بتتعسر في بقه، شهر الاطفال وتطعيم الثلاثي الفيروسي، وبعد كده عند سن سنه ونص شهر الاطفال نقطتين كبسوله الزيت الثلاثي الفيروسي والثلاثي البكتيري. وناخد بالنا من حاجه، ساعات في الامتحان لو تسالك وانت مش ناسي حاجه يا دكتور هتقول له اه يا دكتور في تطعيم عند سن اربع سنين اربع شهور تطعيم شهر الاطفال الجديد اللي اسمه اي بي في، وممكن تسال الام عليه تقول لها ماما بعد ما تخلص مثلا عشان تفتكر لو ماما قالت لك انت خدت التطعيم دوت بس هو تطعيم جديد ومش كل الناس بتاخده فانت ممكن تسيبه، بس برضه لما تساله هيبين انك انت فاهم احسن بكتير. تمام، يبقى احنا كده رجعنا التطعيمات كلها، ناخد بالنا. وبرضه في تركه مهمه، ركز في سن الطفل، ممكن في الامتحان يخدعك فيجيب لك ولد اقل من سنه ونص وانت مش واخد بالك فتقوم فهمت انت الرصه كلها. لا اذا مثلا الدكتور لا ده 10 شهور يبقى انت تسال هنا لغايه هنا بس. درس 40 دي 9 وتقف لغايه هنا ما تكملش سنه ونص. لا يا دكتور مثلا ده 15 شهر يبقى هنا مش هتخش في السنه ونص وهكذا. لا يا دكتور مثلا ده 5 شهور يبقى 2 و4 مش هتخش في 6. فركز في سن الطفل لان ممكن في الامتحان عشان يصعبوا الامتحان شويه عشان عارفين ان هو امتحان سهل قوي يجيب لك واحد مش مكمل السنه ونص كلها. يبقى التركات اللي ناخد بالنا منها، ركز في سن الطفل عشان اعرف انا اقف لغايه فين، اسال على الكوميونيكيشنز واخد بالي من النورمال فيفر اللي ممكن تيجي ما اخافش منها، اخد بالي من السكار واسال عليها، الكارد ما ابصش فيها بس ممكن اراجعها مع الام، ومن هنا جات لي فاكسينز لازم اعرف ايه هي واتاخدت امتى، وكل فاكسين من دول لازم اقول اسمه وبيتاخد ازاي عشان الام مش واخده بالها. ويبقى كده تمام احنا كده خلصنا تقريبا اهم حاجات في فاكسينيشن هيستوري. دلوقتي احنا هنعمل رول بلاي عن الفاكسينيشن هيستوري، هنشوف ازاي تتسال لولي الامر اللي قدامي وازاي هيرد عليا وايه الكومنت اللي في الاخر اللي انا هكتبه. صباح الخير، انا اسمي الدكتور مايكل منير، طالب سنه 5 كليه الطب البشري. بعد اذنك اسالك شويه اسئله عن التطعيمات اللي خدها ابنك. اتفضل. هو اسمه ايه؟ عمرو احمد السيد. عمرو احمد السيد، عنده كام سنه؟ سنتين. تمام. بعد اذن حضرتك، هو عمرو اول ما اتولد خد تطعيم شهر الاطفال نقطتين في بقه وخد حقنه وايرلس بي في الجيم. تطعيم وايرلس بي في الجيم؟ تمام. في اول 40 يوم من الولاده خد تطعيم ضرب حقنه في كتفه الشمال. تمام. وثابت علامه؟ ثابت علامه. ماشي. اول سنه حضرتك اساس حضرتك كنت معاك وسط التطعيمات؟ لا ما عملتش عشان ما بلكش عليه في العيادة. مش مشكلة، احنا كده هنكمل عادي. تمام. بس حضرتك عند سن شهرين واربع شهور وست شهور اخد تطعيم شهر الاطفال نقطتين في بقه وخد تطعيم الخماسي. كانت عارف ايه؟ بتاخد في ايه؟ خد اثنين، خد اثنين واربعة وستة. عند اثنين واربعة وستة، وكمان خد اللي هو التطعيم الثاني اللي هو عند اربع شهور. اربع شهور دوت اللي هو تطعيم شهر الاطفال الثاني بالحقن. بالظبط. تمام، حلو جدا. عند سن تسع شهور خد تطعيم اللي هو نقطتين في بقه مع كبسولة فيتامين اي، كبسولة زيت اتعصرت في بقه. تمام، عند سن تسع شهور. طبعا عند سن سنة خد تطعيم برضه شهر الاطفال نفس النقطتين دول وكان معاها الثلاثي الفيروسي، هو انا كده خدها في كتفه اليمين. تمام؟ دخلت تحت الجن. كتفه اليمين. تمام، حلو جدا. طب بعد اذنك عند سن سنه ونص خد تطعيم بقى اللي هو شهر الاطفال النقطتين دول وتطعيم برضه الثلاثي بتاع كتفه اليمين وخد معاها كبسوله الزيت اللي اتعصرت في بقه كانت فيتامين اي وتطعيم الثلاثي البكتيري. خد الفيروسي والبكتيري وشهر الاطفال وخد الروت على الفيتامين ا. حلو خالص.
طب بعد ما حطيتك في خناقه اهلا بتتعمل ضيق بعد اي تعمل منها، هل فيها حاجات حساسيه، طفح جلدي، سخن، اي حاجه؟ لا هو سخن. سخن سخن بعد اللي هو تطعيم الثلاثي اللي هو البكتيريا. كان دايما سخن. سخن على طول ولا سخن بعدها بقد ايه؟ يعني بعديها بقى بعدها بيوم مثلا. يوم او يومين. ورحنا الدكتور طمنا قال لنا مش حاجه جامده يعني. حلو خالص. طيب وخدت تطعيم بره وزاره الصحه؟ بره تطعيم وزاره الصحه؟ لا. يعني كنت شاطر قدامك في الصحه تطعيم وخلاص؟ لا ما خدش غير التطعيمات اللي هي الماليه بتاعت الصحه. فاهمك بس. شوف اللي ده زي ما سمعنا دلوقتي دي رول بلاي اللي ممكن تتاخد الفاكسينيشن هيستوري، بس على الكراسه، بس على القناه كلها، بس على النونو بليجاتري فاكسينز، بس على الكوميونيكيشنز. الفول كومنت لو انت عندك وقت في الامتحان هتكتب كل فاكسين من دول وتكتب ان هو ديليفرد او ممكن تسهل حاجه وتكتب جمله كده all obligatory vaccines were taken according to EBI schedule with no complications BCG scar present no non-obligatory vaccines were taken. ادي كده جمله ثابته انت ممكن تقولها في اخر الفاكسينيشن هيستوري تكتب عندك في الامتحان عشان تبين انت ايه لخصت كل الاكزام ده كله. شكرا جدا.